ثم قال ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، إذن هناك مهلة بين الخلق والاستواء. والعرش هو سرير الملك، هو سرير الملك. والاستواء بمعنى العلو والارتفاع، ليس الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، وإنما الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع. وهذا موجود في اللغة، وذهب إليه غير واحد من أهل العلم. أما تأويل الاستواء بمعان لا يحتملها اللفظ، كأن نقول بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا لا يصح، لأن الاستيلاء لا يوجد إلا عند المغالبة، يعني ناس بينهم مغالبة، فغلب أحدهم الآخر فاستولى على ما معه، هذا هو. لكن أن يكون الرب الجليل منازعا لأحد أو ينازعه أحد جل وعلا، أن يكون هذا قائما. فالاستواء بمعناه الصحيح هو ماذا؟ هو العلو والارتفاع. أما الاستدلال على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء بقول الشاعر لما استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، فقالوا لما استوى بشر على العراق، وبشر هم بشر ابن مروان، لما استوى بشر على العراق، استوى أي استولى، قالوا إذن يأتي استوى بمعنى استولى. هذا كلام لا يصح. لماذا؟ لأن قائل هذا البيت شاعر نصراني مخلط، ليس من أهل العربية الصليبية، أهل العربية الأقحاح، فكيف نحكم بيت شعر لنصراني على كتاب الله عز وجل؟ هذا أولا. ثانيا، لما استوى بشر على العراق، هذا الأمر فيه نزاع وصراع بين الأمراء، فاستوى بشر أي استولى على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. أيوة نعم، يمكن أن يتوجه اللفظ بهذا المعنى في هذا السياق، لكن أن نطرد، يعني نحن يعني نعمم الطرد بمعنى التعميم، أن نطرد هذا المعنى في كل سياق، هذا لا صح. فاللفظ في كل سياق قد يدل على معنى غير المعنى الذي يورد فيه اللفظ في سياق آخر. يعني مثلا عندما أقول شربت من العين، وأقول كشفت على عيني عند الطبيب، وأقول سجلت المحلة في السجل العيني، وأقول مررت على زيد عينيه، وأقول قبض على عين الأعداء، فالعين في هذه الجمل كلمة واحدة، ولكن هل هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى؟ أبدا، اختلف المعنى من كل سياق. فكيف تؤتى بكلمة في سياق لنحاكم بها نفس الكلمة في سياق آخر؟ هذا الكلام حتى في قوانين اللغة لا يصح. والشاهد حتى لا أطيل أيها الأحباب، ثم استوى على العرش أي على العرش، أي على العرش. يدبر الأمر، الأمر أمر الخلائق، والتدبير هو النظر في الشيء، النظر في الشيء يرحمكم الله، لمعرفة حاله ومآله وما ينبغي أن يكون الحكم فيه، هذا هو التدبير.
فمن الذي يعلم كل شيء عن خلقه ويصرف أمورهم ويأمر بأمره فيهم؟ إننا أيها الأحباب نجهل ما سيكون بعد لحظة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الذي يعلم مصلحته؟ في الحقيقة عندما نبحث عن مصالحنا فإننا نحاول أن نصل إليها عن طريق الظن. لا يمكن أبدا أن يصل الإنسان إلى مصلحته عن طريق القطع، لا يمكن، ولكن بغلبة الظن، بالاحتمالات، بالقرائن، إلى غير ذلك. والشاعر الجاهلي يقول: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غدي عمي. حتى الجاهليون يثبتون أنهم لا يعلمون ما في الغيب، لا يعلمون ما في الغيب. فمن الذي يعلم الغيب أجمع؟ بل من ذا الذي كتب الغيب عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى؟ في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة؟ بكم؟ 50,000 سنة. يا سبحان الله، وانظر متى خلقت السماوات والأرض، سبحان الله. فقبل خلق السماوات والأرض كتبت هذه المقادير 50,000 سنة. يعني وجودنا في هذا المجلس هو مكتوب عند الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذه الأشياء تقدح في نفس المؤمن الطمأنينة، تجعله لا يحزن، بل يرضى بقدر الله عز وجل، يرضى بقدر الله عز وجل. والإيمان بالقدر عصمة للمؤمن وركن ركين من أركان الاعتقاد. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. وهذا العلم وهذا القدر معناه أن هذه الأشياء كتبت في علم الله عز وجل، كتبت بالقلم. ولهذا العلماء اختلفوا في أي شيء خلق أولا، القلم أم العرش؟ لأن هناك نصوص تدل على أن القلم خلق أولا، ونصوص أخرى تدل على أن العرش خلق أولا. كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن العرش متقدم. وهناك نصوص إن أول ما خلق الله خلق القلم فقال: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هناك النصوص الصحيحة تدل على هذا التنوع، وهذا ما ذكره أهل العلم. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. إذن هذا هو العرش: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم لم يقل ويدبر الأمر، وإنما ذكر هذه الجملة من غير عطف للدلالة على البيان، للدلالة على البيان. إذن هذه جملة بيانية.